بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة والطالبات من الصف الثالث الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي على قناة مستر عزت لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية، كمان حل التدريبات على مناهجك المختلفة. أما بالنسبة لطلبة الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي فمرحبا بكم على قناتنا الثانية، قناة إنجليزي ابتدائي أند إعدادي مع ميس هناء السمان. النهاردة إن شاء الله لنا لقاء ونبدأ بالترحيب بطلاب الصف. طلاب الصف الأول الثانوي، شباب احنا خلاص بننهي الوحدة رقم 2 من كتاب الأضواء جم الامتحان بتاعك لعام 2023 على الوحدة الثانية. بدأنا إن شاء الله على صفحة 112 صحيح على بركة الله، ونبدأ جزء أول من الامتحان وبنفكرك remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating. كل هذه اهداف عايزين نحققها ان شاء الله من الامتحانات بتاعتنا. وبس على بركه الله نبدا المجموعه الاولى من الاسئله اللي جايه على الامتحان، بيقول لك فيها choose two correct answers، اختار اجابتين of the five options من الخمس اختيارات المتاحه. بيقول لك صحيح المجموعه الاولى there was a meeting، كان هناك اجتماع to discuss a long term plan، لمناقشه خطه طويله الامد. طيب ده synonyms، عايز مرادفات يا شباب لكلمه long term. long term قلنا ايه؟ طويله الامد. طيب تبقى continuing مستمره، ولا temporary مؤقت، lasting مستمرة، passing جاي من pass يمر، وعندي short lived. short lived يعني حياته قصيرة. الأشياء long term ينفع أجيب لها بديل continuing وينفع أجيب لها lasting. إجابتين في جملة رقم واحد. اتنين بتقول we should do our best، يجب أن نبذل قصارى جهدنا. ليه يا عم؟ to protect our country، عشان نحمي بلدنا. إيه؟ the problems it faces، المشكلات اللي بتواجهها. طب حرف الجر protect إيه؟ to ولا with ولا from ولا by ولا against؟ ينفع اقول protect from و protect against، يحمي من او يحمي ضد. ونرفع الشاشه عشان تبقى المجموعه الثانيه من الاسئله هي اللي ظاهره قدامنا، ولربما تكون فوتت المقدمه بتاعت الفيديو. بنقول لك القنوات بتاعتنا مستر اسر عزت من ثالثه اعدادي لثالثه ثانوي، قناه انجليزي ابتدائي عند اعدادي من اولى ابتدائي لحد ثانيه اعدادي، بتديرها وبتحاضر فيها مس هناء السمان. نكمل شباب مع التيست اللي جاي على الوحدة الثانية من كتاب الأضواء العام 2023، بيقول لك فيها المرة دي اختار إجابة واحدة choose the correct answer from A, B, C or D. وبيقول في جملة ثلاثة in our company، في الشركة بتاعتنا there are a lot of cameras، العديد من الكاميرات. ها تو إيه؟ عشان تعمل إيه؟ everything happens، علشان تراقب. تبقى نقول prevent يمنع، change يغير، protect يحمي، ولا monitor قلنا يراقب، الكاميرات بتراقب. أربعة بيقول لك ذا ريسكيو تيم، فريق الإنقاذ شولدرد ذا، كلمة شولدر معناها حمل على عاتقه، يعني تحمل كذا يعني. ذا كاز اوف سيفينج، إنقاذ الناس بيبول افتر ذا اكسيدنت، بعد الحوادث. طيب تبقى ستابيليتي استقرار، ability قدرة، probability إمكانية واحتمال، responsibility مسؤولية، عشان يبقى تحمل مسؤولية إنقاذ الناس. خمسة بتقول ذا شورتج اوف بلاد، نقص دم. نقص ايه له علاقه بالدم؟ will lead to serious، سوف يؤدي الى effects بمعنى اثار خطيره، serious effects على بعضها on patients، على المرضى. طيب يبقى هنا نقص ايه؟ owners المالكين، donors اللي هم بيقولوا عليهم متبرعين، keepers جاي من كلمه جول كيبر اللي هو حارس المرمى، وكيبرز اللي معناها الحراس، attackers مهاجمين، blood donors المتبرعين بالدم. ستة after the accident، بعد الحادثة ربنا يعافينا، he needed blood، احتاج ايه له علاقة بالدم؟ to stay alive، عشان يظل على قيد الحياة. transplant، عملية transplant المقصود بها نقل وزرع الأعضاء، ولو اتكلمنا بيها على الدم يبقى حاجة لها علاقة بزرع اللي بيقولوا عليها خلايا الدم. transfusion المعنى الحرفي ليها مع كلمة blood نقل، نقل دم. transplantation اللي هي عملية نقل وزراعة الأعضاء، وعندي orientation كلمة orientation مقصود بها توجيه شيء أو اتجاه، تحديد اتجاهه وتوجيهه وما إلى ذلك. المريض ده كان محتاج، أو الحادثة الشخص في الحادثة كان محتاج إيه؟ blood transfusion، بيقولوا عليه نقل دم. سبعة بتقول I had my new flat، my new flat، I had my new flat، أنا حصلت على شقتي الجديدة. خلي بالك هنا هو في كوزا دفاف، يعني هنا في بناء للمجهول، تمام؟ يبقى فاضل لي تصريف ثالث، ادي الضمير، وده انا قلت عليه الضمير لانه مش هو الفاعل، واحد يقول لي اه هنا فاعل لانه هو مفعول به، تمام؟ مفعول به ولكنه مش اساسي، المفعول الاساسي هو الشقه.
I had my flat. أنا حصلت على شقتي إيه؟ ديكوريتد تصريف ثالث. بمعنى تم إيه؟ عمل الديكور لها. It is amazing ودي حاجة مذهلة جدا. طيب ليه ما خدناش ديكوريت؟ ده فعل في المصدر. ديكوريشن ده معناها تزيين، وديكوريتنج مضارع مستمر. أو فيها نقول شكل جيرنال، لأن ما فيش شيء ما يدل على حكاية الاستمرارية أم أو إذا أر، لا مش موجودة. طب نقول ديكوريت التصريف ثالث، نقول زي ما قلنا فيها إيه؟ فيها بناء للمجهول، ودي حاجة اسمها بوزيتيف هاف، وده الماضي منها. لأن هاف أو هات مش هتفرق معايا حكايه شكلها ايه، يديني بس المدلول ان في بناء للمجهول. هحرك الشاشه تبقى الجمله رقم 8 هي عنوانها، وبيقول لك فيها after the train accident، بعد حادثه ضرب من عفينه، many of the العديد من ايه people are still in serious condition، من الناس لا يزالوا في حاله خطر، ربنا عافينا. ambitious طموح، injured مصاب، reported جايه من الفعل report بمعنى يكتب تقرير او يذكر، dead معناها ميت. Many of the injured people، العديد من المصابين أو الجرحى. 9 بيقول لك فيها as well as بالإضافة إلى، وجاي في فراغ abroad الخارج، to earn money لكسب المال، he got a university degree، حصل على درجة جامعية. طيب يبقى أنت كده هو عايز إيه؟ as well as كده محتاجة وراها gerund. gerund يعني مصدر فيها زائد ing، يبقى travel في المصدر ما تنفعش. traveling gerund هي اللي هاخدها إجابة. ترافل ده ماضي بسيط ما تنفعش، وترافل مضارع بسيط ما تنفعش. انا قلت ليه؟ از ويل از لما تيجي في اول الجمله ويجيب وراها فعل، لازم يكون هذا الفعل في شكل الجيرند، يعني مصدر مضاف له اي ان جي معناها بالاضافه الى كذا. 10 هي كيم تو ماي هاوس اند، جا بيتي وايه؟ تي ويز مي، شاي معايا. طب كده الماضي واضح. طيب ماضي نوع ماضي بسيط، هو جاء البيت وشرب شاي وخلصنا، حدث وقع وانتهى. طيب دي حاجه. الحاجة التانية إن آند بيسموها رابط من روابط إيه؟ العطف. يعني إيه مستر؟ يعني تعطف جملة على جملة، يعني تعطف فعل على فعل، يعني تعطف زمن على زمن، ولازم يكون المعطوفين على بعض في زمن واحد. كيم ماضي بسيط، يبقى خد لها هاد ماضي بسيط. ما ينفعش هاد هاد لأنها ماضي تام. ما أقدرش أعطف زمن زمن على على واحد تاني في زمن آخر، ما ينفعش. هذه مرة شكل الجيرند، هاف هاد ده مضارع تام. هحرك الجملة عشان تبقى ظاهرة معانا، الجملة بتاعت محمد صلاح، وكمان نشوف معاها الصفحة. يقول لك فيها صلاح the most important goal for Egypt، أهم جول لمصر، that sent it أرسلها to the World Cup Finals، دي نهائية كأس العالم. طب نقول سكورت أحرزها، سجلها ماضي بسيط وخلصنا وحصل وفضينا، has scored مضارع تام، scores مضارع بسيط، was scoring ماضي مستمر. محمد صلاح جاب الجون وخلصنا، ليه؟ لانه خلاص ودى مصر كاس العالم. الدليل شايف سنت دي ماضي. ماي دوتر ابنتي مالها؟ هير جراند ماذر از يوجوال، جدتها كالعاده. طيب ايه؟ از فيزيتد ده مبني المجهول في المضارع البسيط، البنت فعل ولا مفعول؟ فاعل. يبقى البنت بتزور جدتها. از فيزيتنج مضارع مستمر، ووز فيزيتنج ماضي مستمر، فيزيتس مضارع بسيط. الله، خدت ليه المضارع البسيط ده مثلا ما خدتش المضارع المستمر؟ عشان از يوجوال قدامك، از يوجوال معناها ايه؟ كالعاده، ودي من الكلمات الداله على المضارع البسيط. 13 بتقول ماي بوس لايكس مستر احمد، رئيسي في العمل بيحب السيد احمد. ليه يا عم؟ بيكوز هي، لانه ايه بقى؟ هارد وركينج، انسان مجد ومجتهد في العمل. طيب نقول از اولويز ولا اولويز از ولا از نيفر ولا نيفر از؟ از اولويز. وقلنا 100 مرة إن ظروف التكرار always و usually و ever و never والدنيا دي كلها ماشي مكانهم الطبيعي قبل أي فعل ما عدا verb to be. يعني is always is always ترتيبها صح، لكن always is ترتيبها غلط. طب ليه ما خدناش is never؟ ينفع أقول is never إن رئيس العمل بيحب الأستاذ أحمد دوا اللي عمره ما بيشتغل بجد واجتهاد؟ طبعا ما تجيش، never is ترتيبها غلط. طيب نروح ل 14، هي هو ماله بقى؟ تو سيت داون، ان يجلس، انتل هي هاد ابولوجيز، حتى اعتذر، ماضي تام اهو بعد انتل، تو ذا تيتشر، يبقى انت عايز هنا هو طالما انتل جاي وراها ماضي تام مثبت، يبقى انت عايز لها ماضي بسيط منفي. طب اكتب ولا بسف؟ هو هي هنا هو فعل ولا مفعول؟ مفعول. الله يا مستر، مش بتقولوا ان هي فاعل لما تكون فاعل، لكن هي هنا هو جاي مفعول به. الجملة معناها هو لم يسمح له بالجلوس، he wasn't allowed. الضمير هي كان جوه الجملة هم، لما تطلع فوق الجملة هو منطقيا هنا قاعد مكان مين؟
يجلس مكان الفعل، يقول مش فاعل، فياخد شكله هي، لكنه ليس فاعل، انه مفعول. didn't allow هو مش فاعل، عشان قلت didn't allow لم يسمح. isn't allowed صحيح مبني المجهول لكنه مضارع، وهنا في ماضي تام ما تجيش. was allowed هنا هو صحيح مبني المجهول لكنها مثبته، انا عايزها منفيه، لم يسمح له. 15 بتقول ياسين doesn't stay up late any longer، ياسين بطل يسهر. جميل جدا. This means he، ده معناه ان هو ايه؟ used to stay up late، كان متعود يعمل كده زمان وبطل، ولا didn't used to stay up late، لم يكن معتادا على ده زمان وبدأ يعمله دلوقتي، ولا usual stays up late دايما بيسهر، ولا is in the habit of staying up late في عادة الصحيان، في عادة الصحيان اسمه ده ان هو انه بيسهر. لا دي كده عادة في الحاضر، لا ده هو بطل. يبقى ده معناه انه كان بيعمل كده زمان، he used to stay up late فيما مضى. 16 بتقول in winter في الشتاء، ماشي ايه اللي بيحصل؟ وود الخشب ماله؟ to heat people's homes عشان يدفئ او يسخن بيوت الناس، ماشي in many parts of the world في العديد من مناطق العالم. طيب have been burnt مضارع تام مبني المجهول، burnt تصريف ثالث، او اعتبرها ان هي ماضي بسيط burn burn burnt. is burnt مضارع بسيط مبني المجهول. was burning مضارع ماضي مستمر. طيب الخشب فعل المفعول، مفعول خشب بيتحرق، يبقى is burnt مضارع بسيط مبني المجهول. طب ليه مثلا ما خدش مضارع تام؟ ليه ما خدش مضارع تام؟ الجمله بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن حقيقه وفعل متكرر في الشتاء، يعني اول ما تيجي الشتاء كل سنه، يبقى انت كده محتاج ايه؟ محتاج المضارع البسيط وليس اي زمن اخر. نروح للصفحه اللي بعدها 113 وهنلاقي عليها القطعه. القطعه بتتكلم عن كائن من الكائنات البحريه المهمه جدا وهو الاخطبوط. والكاتب بيعرض من خلال القطعه مجموعه معلومات وحقائق تؤكد انه كائن بحري ذكي جدا، لانه متمكن من مجموعه من الخدع والحيل اللي بتنقذه من الافتراس. وبما انه كائن ليس له مخالب او ليس له اسنان علشان يهاجم بيها فرائسه او عشان يهاجم بيها المعتدين عليه يعني، تمام، فبالحاله دي عنده حيل، بالطريقه دي عنده حيل تانيه بيدافع عن نفسه فيها، منها انه يدفن نفسه في الرمال او ينزل لاعماق المحيط في المناطق الضحله علشان ما يتشافش، وانه حاجات تانية بيغير جلده زي ما بيقولوا زيه زي الحربه. الاخطبوط من الكائنات اللي بتحب بعضها انه يظل في الاعماق الضحله للبحار حيث الصخور والشعاب المرجانيه. وبنقول ان الاخطبوط من الكائنات اللي تقدر تعصر نفسها، يعني يصغر حجم جسمه كده عشان يقدر ايه يحشر نفسه في اي مكان ممكن يهرب ليه بعيد عن المفترسات. طيب حاجه تانيه ممكن يخبي نفسه باطلاقه للحبل. حاجه تاني كمان بنقول ان الاخطبوط لما يحس بحالة خطر شديد جدا ممكن يخبي نفسه في منطقة في الرمال طبعا، ويظهر اتنين من اذرعه، ولو اضطر ممكن يقطع واحد فيهم علشان يعمل نوع من المراوغة لهذا الذراع القطع مع الكائن المفترس لحد ما هو ايه يهرب. وبكده من خلال هذه المجموعة من الحيل يستطيع الاخطبوط ان يعيش في البحار المليئة بالمفترسات، زي مثلا زي الثعبان السام. نحرك الشاشة مع الأسئلة اللي جاية على القطعة بتاعة الأخطبوط، والسؤال رقم 17 هو أول سؤال عليها، بيقول لك فيها أوجي فراغ إذا أنيمال هو حيوان ذات أتاكس يهاجم أند كيلز أوكتوبسز وبيقتل الأخطبوط، ده بيقولوا عليه بريديتور. بريديتور اللي هو اللي بيقولوا عليه المفترسات، ودي من الحيوانات أو الكائنات المفترسة. 18 بيقول when an octopus، لما الاخطبوط is in a sticky situation، sticky situation المقصود بيها في موقف صعب، that means it is، ده معناه ان هو ايه in danger. in danger معناها معرض للخطر. نحرك الشاشة شوية عشان تبقى قلنا 19 هي اللي عليها الدور. ده synonym of مرادف كلمة intelligent، intelligent معناها ذكي. طيب ايه اللي يرادفها اللي يسويها يعني؟ كلمة smart. في 20 بيقول لك the octopus and the chameleon، الاخطبوط والحرباء are similar as both، متشابهين لان هما الاثنين بيقدروا يعملوا ايه؟ هما الاثنين بيقدروا يغيروا جلدهم اللون بتاعه يعني.
في 21 the octopus can separate one of its arms too. الاخطبوط ممكن يفصل من جسمه احد اذراعه. ليه؟ علشان distract the predator، بمعنى يشتت انتباه المفترس اللي جاي علشان ياكل. نحرك الشاشة ونروح مع صفحة 114 عليها الجملة رقم 22، ودي لسه على القطعة. بيقول لك فيها the octopus can shot ink into the water. الاخطبوط يقدر يطلق الحبر في الماء. which طب بيعمل ايه الحبر ده؟ بيساعده على ايه؟ helps it hide from the attackers، يساعده على الاختباء من المهاجمين. 23 octopuses don't have teeth. الاخطبوط ما عندهوش اسنان or sharp claws او حتى فكوك حاده to defend themselves، عشان يدافعوا عن نفسهم. طيب ماشي، طب ايه الحل البديل؟ however لكن بقى they have other ways to keep enemies away، عندهم طرق اخرى يبعدوا بيها عنهم الاعداء. سؤال 24 ده اخر سؤال القطعة. The best title for this passage is، افضل انه نحط القطعة ده هي The Magician Octopuses، الاخطبوط اللي هو ايه تقدر تقول كده كأنه ساحر، يعني انه طبعا زي ما قلنا عنده طرق عديدة بيحمي بيها نفسه. نروح للترجمة، وهنا طبعا بيبقى جاي جملة واحدة عربي وجملة واحدة انجليش. يحلم كل منا ان يكون مشهورا في يوم ما، ولكن ليس من السهل ان تكون مشهورا، لان الشهرة نتاج العمل الجاد والصبر وايضا المعاناة. زي ما قلنا يا شباب ان احنا بنترجم ونصيغ بلغه عربيه سليمه، بلغه انجليزيه سليمه، هنا طبعا عشان جمله عربي بلغه انجليزيه سليمه. تاخد بالك من الزمن اللي هو شغال عليه، انه ليه بيقول لك يحلم كل منا، يبقى انه ليه كل منا يحلم. وهتبقى الصيغه السليمه للجمله بتاعت الشباب هي each one of us، كل واحد منا dreams يحلم of being famous one day، بان يكون مشهور في يوم ما. but it isn't easy، ولكن واخد بالك ان انا شغال على مضارع بسيط في الجمله قدامي كلها. But it isn't easy to be famous as fame is the result of hard work, patience, and also suffering. طيب نروح للجملة اللي باللغة الإنجليزية نحولها للغة العربية، بيقول لك فيها Nowadays the Egyptian government pays great attention to women and provides them with good education, jobs, and health care. في هذه الأيام، أو ممكن تقول في العصر الحديث، في أيامنا الحالية، أي كلمة سهلة معك قولها. الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمرأة وتوفر لها، بتزودها بتعليم جيد، وظائف، وكمان رعايه صحيه. هتلاقي الترجمه تحت الجمله تبقى بالشكل ده لو عربيه سليمه. تعطي الحكومه او تولي الحكومه هذه الايام اهتماما كبيرا بالمراه وتوفر لها التعليم الجيد، الوظائف والرعايه الصحيه. نروح للسؤال الاخير في الامتحان، وده عن موضوع انشائي. بس لحظه نحرك الشاشه شويه. وبيقول لك فيها write an essay of about 150 words، 150 كلمه عن ايه؟ The role of charities in Egypt، دور المؤسسات الخيرية في مصر. المؤسسات الخيرية يا شباب بتقوم بعمل عظيم للمجتمع. ليه؟ هي نقدر نقول عليها حاجة مجتمع مدني، لأن طبعا المجتمع المدني غير الحكومة، الحكومة دي هي الهيئة الرسمية للدولة اللي بتعمل حاجات رسمية. لكن المجتمع المدني اللي هو الناس، المؤسسات، الجمعيات الخيرية اللي بتساعد الناس، وتقوم بمجموعة من الأعمال الخيرية. المؤسسات الخيرية منها ما يقوم بمساعدة الفقراء على الحياة العادية، منها ما يقوم بمساعدة المرضى، منها ما يقوم بتوفير سكن، وعندك حاجات كده زي مثلا جمعية العمان، رسالة، كلها دي جمعيات خيرية بتقوم، أو مؤسسات خيرية بتقوم بمساعدة الناس والأفراد على إنهم يحيوا حياة جيدة في الدولة، طبعا بالإضافة لما تقوم به الدولة. دي حاجة تاني، احنا بنتكلم عن مؤسسات خيرية، يعني مش بنتكلم عن دور الدولة، بنتكلم عن دور ايه؟ عن دور الافراد. يبقى انت بقى احكي ازاي ممكن هذه المؤسسات الخيريه يبقى لها دور في مساعده الناس والارتقاء بمستوياتهم المعيشيه. كده شباب يكون انتهى الامتحان اللي كان جاي، او اللي كان جايب الاضواء على الوحده 2، لكن تدريباتنا معاك ما انتهتش. ان شاء الله تتابعنا على قناه مستر استعزت من ثالثه اعدادي لثالثه ثانوي، قناه انجليزي ابتدائي عند اعدادي من اولى ابتدائي لثانيه اعدادي مع مس هناء السمان. ان شاء الله تظلنا في المزيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.